بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الفضلاء الكرام ايتها الاخوات الفضليات الكريمات مع حلقه اخرى من حلقات هذه السلسله المباركه سلسله مميزات اهل السنه والجماعه والتي نتوخى من خلالها ان نتعرف على الميزات التي تميز بها هذا المنهج المبارك هذا المنهج الرباني منهج اهل السنه والجماعه ما هي مميزاته التي تميزه عن غيره وما هي خصائصه التي اختص بها عن غيره فلذلك ذكرنا في الحلقه ما قبل الماضيه احياءه لحلقات القران الكريم وذكرنا في الحلقه الماضيه احياءه لعلوم السنه واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سنذكر ميزه اخرى من المميزات وهي اولا حرصه على جمع الشمل وتوحيد الكلمه من مميزات اهل السنه والجماعه حرصهم على جمع الشمل وتوحيد الكلمه فمنهج اهل السنه والجماعه قائم على الاجتماع وقائم على التاليف وقائم على لم الشمل وقائم على توحيد الكلمه فان الاجتماع اصل عظيم من اصول الشرع رغم الاصول العظيمه التي جاء بها الشرع الشريف هو الاجتماع هو الاجتماع ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نجتمع للصلوات الخمس وراء امام واحد ندخل يعني للصلاه بدخوله ونركع بركوعه ونسجد بسجوده وننصرف بانصرافه وكذلك نجتمع يعني في الصيام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ونجتمع كذلك في اداء فريضه الحج فكل الحجاج يحجون الى بيت الله الحرام في وقت واحد من السنه اذا فهذه الاحكام هذه الاحكام تؤصل لاصل عظيم من اصول الشرع وهو اصل الاجتماع واصل اجتماع المسلمين وتوحيد صفهم وتاليف كلمتهم. فهذا الاصل الذي جاءت به الشريعه يحظى بعنايه اهل السنه والجماعه يحظى بعنايه اهل السنه والجماعه فان منهج اهل السنه والجماعه قائم على جمع الشمل وقائم على توحيد الكلمه قائم على جمع الشمل وعلى توحيد الكلمه والسبيل الذي يسلكه لتحقيق هذا المقصد العظيم والوسيله المعتمده لتحقيق هذا الاصل وجعله واقعا معيشا هو رد الناس الى السنه هو رد الناس الى السنه فحتى نحقق هذا الاجتماع ونحقق هذا التالف ونحقق يعني جمع الشمل وتوحيد الكلمه فلا بد من دعوه الناس للرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو السبيل الأوحد لجمع الكلمة وتوحيد الصف. فإذا أردنا أن نكون أمة متماسكة متحدة ويدا واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم اذا اردنا ان نحقق هذه اللحمه فلا بد ان نرجع جميعا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما بعثه الله عز وجل كانت العرب او كانت الجزيره العربيه تعيش التمزق وتعيش التفرق وتعيش التشرذم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد ودعاهم الى الله عز وجل فحصل او فحصل به الاجتماع ولذلك لما وقف النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين يعني لما قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في في المهاجرين وفي مسلمة الفتح ولم يعط الانصار شيئا فقال بعض الناس حن الرجل الى اهله فجمعهم النبي عليه الصلاه والسلام وكان من ضمن ما اخبرهم به ان قال لهم الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي، فعلا كانت المدينه النبويه متفرقه كان فيها الاوس وفيها الخزرج وكانت بينهما حروب طاحنه فكان التاليف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفهم الله عز و... الف الله عز وجل بينهم بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اذا اردنا أن نوحد الأمة ونجمع شملها فليس لنا سبيل ولا طريق إلا أن نرجع جميع إلا أن نرجع جميعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر أن هناك فكرة خاطئة عند كثير من الناس حينما تقوم بدعوة الناس إلى السنة يقول لك أنت تفرق الناس. أنت تفرق الناس. يعني الناس يكونون مجتمعين على البدع وعلى الخرافات وعلى الضلالات فإذا دعوتهم إلى الله عز وجل واستجاب لك بعضهم وأبى البعض الآخر من الاستجابه يعني يعدون أن هذا من من السلبيات يقول لك أن يعني الناس كانوا مجموعين وأنت فرقت بينهم فهذا ليس تفريقا هذا ليس تفريقا وهذا ليس شيئا مذموما بالعكس هذا هو الواجب الواجب على هؤلاء جميعهم ان يرجعوا الى الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون اجتماعهم اجتماعا حقيقيا، لانه فاش كانوا مجتمعين في الضلالات وفي الخرافات وفي البدع، كانت كانت كان اجتماع اجسادهم فقط وليس اجتماع قلوبهم. القلوب ليست مجتمعه ولكن وان اجتمعت الاجساد، وهذا في الحقيقه ليس اجتماعا. المقصود بالاجتماع أن تجتمع القلوب أن تجتمع القلوب قبل الأجساد فإذا اجتمعت القلوب لا يضر بعد ذلك أن تتفرق الأجساد يعني لذلك أهل السنة والجماعة هم جسد واحد وإن تناءت بهم الديار وبعدت بهم الأوطان فهم يعني فهم جسد واحد إذا هذا التفريق هذا التفريق مطلوب هذا التفريق مطلوب يعني حينما يكون الناس مجتمعين على ضلالة فتدعوهم إلى الله عز وجل فيستجيب البعض والبعض يأبى فهذا التفريق هو مطلوب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه أنه فرق بين الناس جاء في وصفه أنه فرق بين الناس كما جاء في الصحيحين أن ملكين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقال أحدهما للآخر إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال احدهما انه نائم وقال الاخر ان العين نائمه والقلب يقظان فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه وارسل مناديا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبه فقيل اولوها له يفقهها فقال بعضهم انه نائم وقال البعض ان العين نائمه والقلب يقظان فقال مثل فالدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ومحمد فرق أو فرق بين الناس إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرق بين الناس ولكن هذا التفريق رأي إيجابي لأنه دعاهم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاجتماع فحقيقة الاجتماع أن يجتمع الناس على التوحيد وأن يجتمع الناس على السنة لذلك من شعار أهل السنة والجماعة يقولون اهل السنه والجماعه يعني اهل السنه والاجتماع اهل السنه والاجتماع بخلاف اهل البدع فانهم اهل فرقة فانهم اهل فرقة اذا فاذا اردنا ان نحقق جمع الشمل وتوحيد الكلمه في صفوف الامه فعلينا ان تكون دعوتنا لرجوع الناس الى السنه لان يعني من واحد الان يعني شحال من غيور يرى هذا التفرقه يعني في الامه ويقول بان المخرج الوحيد حتى نجتمع في حتى نجتمع وحتى يجتمع شملنا وتتوحد كلمتنا تيقول لك الحل الوحيد هو السكوت عن المنكر وعدم انكاره وان نترك كل انسان وما يريد وان نعيش وان يداهن بعضنا بعضا وأن يداهن بعضنا بعضا ويظن أن هذا هو السبيل إلى اجتماع الأمة وهذا في, ال... في الواقع هذا أسلوب غير غير مجدي هذا أسلوب غير مجدي علاش لأنه غادي يكون لك واحد المجتمع اللي هو في الواقع غير متماسك اللي هو في الواقع غير متماسك هو مت... متفكك ولكنه في صورة المجتمع وتبلك لك ظاهرا راه مجتمع ولكن في الواقع هو راه يعني متفكك. فأدنى زلزال يصيبه سيظهر فيه الصدع الصدع. يعني أدنى امتحان يمتحنه ذلك المجتمع تظهر فيه الشقوق والتصدعات. إذا لابد من رد الناس إلى السنة حتى حتى نحقق جمع الشمل وتوحيد الكلمة. كذلك من الاساليب التي اعتمدها اهل السنه والجماعه في رد الناس الى في في جمع الشمل وتوحيد الكلمه هو الوفاء بالبيعه. فاهل السنه والجماعه يدينون لله عز وجل بالبيعه لاولياء امورهم. ويحرصون على الوفاء بهذه البيعه حتى تبقى كلمه يعني كلمه المسلمين مجتمعه. يعني فكل من بايع اماما وولي امر فانه يحرص على الوفاء بهذه البيعه وعدم الاتيان بنقضها وعدم الاتيان بما بما ينقضها وفي ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز للانسان ان ينزع يدا من طاعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تنزعن يدا من طاعة يعني فإن من نزع يده من الطاعة فمات فميتته جاهلية إذن من الأساليب التي يعتمدها أهل السنة والجماعة في الحرص على جمع الشمل وتوحيد المسلمين هو الوفاء بالبيعة لأولياء أمورهم لأولياء أمورهم والوفاء بها هذا من الإيمان والغدر فيها ونقضها هذا من الكذب ومن الغدر الذي ذمه الشرع ولذلك يعني هناك موقف جميل جدا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما علم ان اهل المدينه اجتمعوا على خلع يزيد يعني لما علم بأن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد يعني واحد اجتمع أهل المدينة واتفقوا على أن يخلعوا بيعة بيعة يزيد يزيد بن معاوية على أن يخلعوا بيعة يزيد بن معاوية فلشك يزيد بن معاوية في ذلك الزمان يعني سمعت عنه أشياء غير مرضية يعني ينقل عنه أنه كان يشرب الخمر ينقل عنه أنه كان يشرب الخمر بل يعني نقل عنه انه صلى بهم وهو سكران. وصلى بهم وهو سكران، لذلك اتفق أهل, اهل اهل المدينه على خلع يزيد ونقضي بيعته ونقضي بيعته. فماذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ جمع أبنائه جمع ابناءه وقال لهم لقد بايعنا هذا الرجل على السمع والطاعه. لا يبلغني عن واحد منكم انه خلع بيعته الا كانت الفيصل بيني وبينه. يعني قال لهم لقد بيعنا هذا الرجل بيعه واحده اعطيناها لهذا الرجل. فلا ينبغي ان ننقض هذه البيعه ولا ان نغدر ان نغدر فيها. يعني لا ينبغي ان نغدر فيها ولا ان ننقضها. ومن بلغني عنكم او من بلغني عنه منكم انه قد نقض هذه البيعه ستكون النهايه وستكون الفيصله بيني وبينه لان الوفاء بالعهد لان البيعه هي في حقيقتها انها عهد بين الراعي والرعيه فيجب على الراعي ان يفي بما يلتزمه تجاه رعيته ويجب على الرعيه كذلك ان تفي بما تلتزمه تجاه ولي امرها فلا ينبغي الغدر لا من طرف الولي ولا من طرف الرعية فالوفاء يعني بهذه البيعات وعدم نقضها هو من أعظم الحرص على جمع الشمل وتوحيد الكلمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بويع لخليفتين فالثاني يعني يقتل. يعني لماذا؟ لأنه سيشتت الشمل. سيشتت شمل المسلمين، يعني ما دام أن البيعة قد قد انعقدت للأول ودانت له الرقاب وأطاعه يعني الناس واجتمعوا عليه فلا ينبغي التفريق. فلا ينبغي تفريق الناس ولا تشتيتهم ولا جعلهم يعني يدخلون في صراع ربما قد لا يخرجون منه بسلام. اذا فالحرص على جمع الشمل وتوحيد الكلمه هذا يعني من اهم الامور التي تساعد على قيام المجتمعات الصالحه وقيام المجتمعات القويه. فاهل السنه والجماعه يحرصون على الوفاء بالبيعه وعدم نقضها وعدم نقضها وهذا يعني للاسف الشديد مما تساهل الناس فيه الان بل يعني هناك اناس كثيرون يجهلون حقيقه هذه البيعه يعني الناس الان ما عندهمش فقه ما عندهمش فقه البيعه يعني ما عندهمش فقه بيعه ولذلك تجده في مكان يبايع لولي امر واذا ظهر اخر نقض هذه البيعه واعتنق بيعه اخرى واعتنق بيعة أخرى مع أن هذا لا يجوز شرعا مع أن هذا لا يجوز شرعا إذا فأهل السنة والجماعة يحرصون على أن يبثوا في الأمة هذا الفقه المتأصل المبني على أدلته من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة نعم وكذلك من الوسائل التي اعتمدها أهل السنة والجماعة في الحرص على جمع الكلمه وتوحيد الصف وعدم يعني يعني اختلاف المسلمين وشق كلمتهم هو الحفاظ على الامن العام الحفاظ على الامن العام وعدم العصيان وعدم يعني فعل ما يسمى بالانقلابات بالانقلابات ولا بالاحتجاجات ولا بالاعتصامات ويعلمون علم اليقين أن هذه وسائل مستوردة نحن ما عندنا في الشريعة شيء اسمه الانقلاب ما عندنا في الشريعة شيء اسمه الانقلاب فإن هذه الأساليب إنما استوردها المسلمون من غيرهم إنما استوردها المسلمون من غيرهم أما عندنا نحن في الإسلام يعني ما كاينش حاجة سميتها الانقلاب ولا شي حاجة سميتها دير يعني اللا دير اعتصام ودير اضراب عن الطعام وخوض يعني صراع عصيان مدني ولا كفاح مسلح ضد الدوله حتى تخضعها لما تريد كل هذا يعني لا يعرف في شريعه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى امرنا بطاعه ولاه امورنا في طاعه الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال ابن القيم رحمه الله: واعاد فعل الطاعه مع الله ومع الرسول لان طاعه الرسول صلى الله تجب استقلالا. اما طاعه اولي الامر فهي فيما هو طاعه لله عز وجل وما هو طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولاه الامر يطاعون فيما هو طاعه لله وفيما هو طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا امروا بمعصيه فلا طاعه قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الطاعه في المعروف وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل ولذلك عبد الله بن حذافه السهمي لما امر اصحابه ان يدخلوا النار لما امر اصحابه ان يدخلوا النار قال لهم الم يامركم وسلم بطاعتي قالوا له بلى قال لهم فأنا أمركم أن تدخلوا النار فهم بعضهم أن يدخل وبعضهم قال من النار يعني هربنا فلما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما كنت أمزح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل هؤلاء النار ما خرجوا منها لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف إذن أهل السنة والجماعة يقولون بأن ولاة الامور يطاعون فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان الطاعة لا تكون في المعصية. ولا يشقون عصا الطاعة. ولا يشقون عصا الطاعة، ولا يخالفون ولا يفرقون المجتمع. ولا يدخلون المجتمع في صراع مع بعضه البعض، ولا في صراع مع ولاة الامور. حرصا منهم على جمع الشمل وتوحيد الكلمة. ولو كان في ذلك ضرر عليهم ولو كان في ذلك ضرر عليهم يعني احيانا اهل السنه والجماعه يكون عليهم شيء من الظلم او شيء من الضيم ولكن هذا لا يغير مواقفهم يعني لا يغير موقفهم في هذا لان موقفهم هذا ليس مجرد حماس يعني ماشي هو شيء حماسي يتحمس له الانسان في فتره من الفترات لا وانما هو عقيده راسخه مؤصلة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهي لا تتغير بتغير الأمزجة يعني أهل السنة والجماعة مش الطاعة ديالهم لولاة الأمور هي على حسب المزاج كانوا ناشطين راهم طايعين كانوا واكلين وشربين راهم طايعين لكن نهار يتمسوا بأداء يعصون وينقضون البيعة هذا غير صحيح وشواهد التاريخ تدل على ذلك شواهد ديال التاريخ تدل على هذا الأمر لذلك لما ضرب الإمام أحمد رحمه الله وسجين الإمام أحمد لما ضرب وسجين جاءه العلماء جاءه العلماء وقالوا له يا إمام ألم ترى إلى هذا الكفر البواح ألم ترى إلى هذا الكفر البواح يعني راه يا إمام واش ما شفتيش الكفر فين وصل أفلا نخرج فقال الامام احمد رحمه الله: الدماء الدماء اتقوا الله في الدماء اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر اذا هذه ميزه تميز بها اهل السنه والجماعه ما غير حتى الامام احمد رحمه الله ضرب وجلد وسجن يصبح مغيرا لموقفه راه الناس اللي كانوا لا يكفرون يعني حكام المسلمين ولكن بمجرد ان ان تعرضوا لنوع من الاذى كالسجن مثلا فاصبحوا يكفرون اذا تكفيرهم هذا ليس عقيده مبنيه على الكتاب والسنه وإنما تكفيرهم هذا مبني على ردة فعل هذا غير ردة فعل يعني كان الأذى الذي تعرضوا له يعني كانت ردة فعلهم أن كفروا أن كفروا الحكام وصاروا يعني يشككون في إسلامهم ومن قبل ما كانوا يشككوا في إسلامهم فهل هذا دين جديد نزل عليهم وهم في السجن إذن هذا هو المبدا ديال واحد الكثير من الناس اللي اللي ما مأصلين على اصول اهل السنه والجماعه فاهل السنه والجماعه وان تعرضوا للاذى وان ضيق عليهم فان مواقفهم راسخه لا تتغير ولا تتبدل لان لا بنوا موقف ما كيبنيوش على على الامزجه والتي يبنيوه على كما تنقولوا حنا غير القناة الا كانوا ناشطين راهم ناشطين ما كانوش ناشطين تيغيروا الموقف لا فمواقفهم يعني كما قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهم في كل ما يقولونه ويفعلونه متبعون لاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يقوله اهل السنه وما يفعله اهل السنه يتبعون فيه الاثار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبعون اهواءهم فلا يتبعون اهواءهم وكاين من الناس مثلا اللي كتلقاهم الا كانوا كيستافدوا من ولاه الامور منافع ماديه فينادون بالطاعه وينادون بجمع الشمل وتوحيد الكلمه الى غير ذلك لكن اذا انقطعت مصالحهم الماديه صاروا ينادون بالعصيان يعني كاين عاوتاني اللي طاعته لولاه الامور مبنيه غير على النفع مبنيه غير على على النفع فإذا كان ينتفع منهم فإذا كان ينتفع منهم ماديا ويأخذ منهم أموال أو امتيازات أو شيء من هذا القبيل فتجده ينادي بالسمع والطاعة وينادي بجمع الشمل وتوحيد الكلمة وبالاتحاد بين الحاكم والمحكوم إلى غير ذلك ولكن إذا مست مصالحه الخاصة وتغيرت تجده ينادي بالعكس تجده ينادي بالعكس فأهل السنة والجماعة لا يعتمدون هذا الأسلوب أبدا بمعنى أن هذا حتى الطاعة ديالو ما كانش يعني طاعة مبنية عن عقيدة عن عقيدة راسخة في القلب وإنما إن الطاعة ديال ترى مبنية غير على على مصالح نفعية ورى الله عز وجل ذكر هذه الصفة غير على المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إذا هم يسخطون لكن اللي هو بهذه الصفة لا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا المسلم ينبغي أن يكون يعني ذا مبدأ راسخ وعقيدة راسخة ليس للأهداف المادية ولا للمطامع الخاصة ليس لها يعني سبيل فيبني عقيدته مجردة عن المصالح وعن الأهواء إذن فمن أساليب أهل السنة والجماعة في الحرص على جمع الشمل وتوحيد الكلمة هو حرصهم على الوفاء بالبيعة وعدم إثارة الفتن وعدم إثارة القلاقل داخل المجتمعات داخل المجتمعات لذلك لا تجد أهل السنة والجماعة يتناولون الحكام وأخطاءهم في المنابر ولا في وسائل الإعلام ولا في ولا في فضح معاصيهم وذنوبهم لا بل يدينون بالنصيحه بل يدينون بالنصيحه لولاه الامور والنصيحه الادب فيها ان تكون سرا فمن استطاع ان يوصل نصيحته سرا فهذا هو المتعين واذا لم يستطع فيدعو لهم بالصلاح والمعافاه كما كان أئمة السنة، فمنهم من قال لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إلا في السلطان لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان لأن بصلاحه لأن بصلاحه صلاح الرعية بصلاحه صلاح الرعية إذن فهذه أساليب أهل السنة والجماعة في الحرص على جمع الشمل وتوحيد الكلمة. لماذا اهل السنه والجماعه لا يقبلون هذه الثورات ولا هذه الاعتصامات ولا هذه الانتفاضات ولا ولا هذه الانقلابات؟ لان اهل السنه والجماعه يحرصون على سلامه النفوس المعصومه. يحرصون على سلامه النفوس المعصومه. وخيك المنكركين. لكن اذا كان تغييرنا لهذا المنكر سيترتب عليه ازهاق النفوس وضياع الامن فانه يفضلون الصبر يفضلون الصبر على هذه الاساليب، هذه الثورات وهذه الاشياء يحرصون على سلامه النفوس من 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 من, من, من ان تزهق ولذلك انظروا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما كان خليفه المسلمين وثار عليه اهل مصر وثار عليه اهل مصر يعني جاء يعني اناس من مصر وحاصروه في داره وحاصروه في دارهم. فهب الصحابه لنصرته. الصحابه رضي الله عنهم كلهم هبوا لنصرته والدفاع عنه. فقد ارسل علي رضي الله عنه الحسن والحسين بسيفيهما. فكان عثمان رضي الله عنه فكان عثمان رضي الله عنه يعني يطل عليهم من فوق الدار. كان يطل عليهم من فوق الدار ويقول لهم ألكم أو ألي عليكم طاعة يعني كي يطلع فوق الدار فوق السطح ديال الدار وتيقول لهذوك له الصحابة اللي جاو لينصروه تيقول لهم له واش كانت سلكم الطاعة ديالي فيقولون أجل ألي عليكم طاعة فيقول فيقول أجل ويقول لهم فاني آمركم أن تدخلوا سيوفكم إلى غمدها وتذهبوا إلى بيوتكم. كاع اللي لينصره لأن الناس كي تسألوا كيف سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وحوصر في الدار أياما كثيرة أين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين كان أهل المدينة؟ حتى قتل رضي الله عنه وارضاه الجواب ان عثمان كان يمنع الناس من نصرته علاش؟ عثمان رضي الله عنه لا يريد ان يسفك بسببه دم لا يريد ان يسفك بسببه دم لذلك كان يامر الصحابه وابناء الصحابه ان يردوا سيوفهم الى غمدها وان ينصرفوا الى حال سبيلهم ابقى هكاك حتى دخل عليه هؤلاء المجرمون. دخلوا عليه داره وهو يقرا القران وهو يقرا القران فضربوه بالسيف حتى سقطت اول قطره من دمه على قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي ذلك يقول الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقى حمام المقادير رضي الله عنه وأرضاه لما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آه الضيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما قال له عثمان يستأذن قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ف يعني قال الله المستعان قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنه على بلوى ستصيبك فقال الله المستعان وكانت هذه هي البلوى وكانت هذه هي البلوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما على احد فتحرك بهم الجبل فقال النبي عليه الصلاه والسلام اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيد انما عليك نبي او صديق او شهيد وشكون اللي كان على راس الجبل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام، هؤلاء السبعه كانوا على جبل احد وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وابو بكر الصديق هو الصديق والباقي شهداء فعمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل وطلحه قتل والزبير قتل. هؤلاء كلهم قتلوا اذا كلهم دخلوا في كلمه شاهد يعني الشاهد شوف سيدنا عثمان رضي الله عنه كيف حرص على ان لا يسفك بسببه بسببه دم كذلك شوف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعرض للاذى ومع ذلك لم ينتقم بسفك الدم لم ينتقم بسفك دمي بسفك دم احد من الوقائع العجيبه التي وقعت في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الملك الناصر ابن قلاوون رحمه الله كان غائبا في الحج فقام اهل مصر وخلعوه ونصبوا ملكا اخر مكانه يعني ناضوا أهل مصر وما يخلعوا السلطان الذي ذهب إلى الحج يعني خلعوه من خلعوا بيعته ورجعوا إلى رجل آخر ونصبوه نصبوه خليفة فالعجيب في الأمر أن بعض الفقهاء أفتى بخلعه يعني هذوك اللي خلعوه مشاو اتكاوا على فتاوى لبعض الفقهاء اتكاوا على تلك الفتوى وخلعوه ونصبوا ملكا اخر لما رجع الملك ابن الناصر او الناصر لما رجع من الحج رجع الى قصره فألقي الرعب في قلب الملك الذي بويع من بعده فهرب فرجع الملك ورجع إلى بي إلى قصره فجمع هؤلاء الفقهاء يعني كلهم الذين أفتوا بخلعه كالفقهاء الذين أفتوا بخلعه جمعهم وجمع معهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك فلما كانوا جالسين في مكان فسيح اخذ الملك بيد ابن تيميه وذهب به بعيدا في القصر واخرج له فتاوى لهؤلاء الفقهاء يفتون بانه يعني بخلع بيعته هو قال لك فقال قال فقال له وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يستمع قال لابن تيميه قال له إن هؤلاء الفقهاء قد آذوني وآذوك، انظر إلى هذه الفتاوى. يعني لقى الفتاوى ديال هذوك الفقهاء يفتون بخلعه وتيقول شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله بأنه كان شديد الحنق عليهم بمعنى كان غضبان عليهم جدا وحتى هو كان ينتظر غير إشارة من شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله ليقطع رؤوسهم. لينتقم منهم على هذا الفعل الذي فعلوه وعلاش بالضبط هو اختار ابن تيمية اختار ابن تيمية لأجل العداوة العقدية التي كانت بينهم وبينه فهم كانوا يعادونه وكانوا ينصبون له العداء مع أن شيخ الإسلام ما كانش كيعاديهم وكان ليس عليهم بالضرر ما عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يسعى لهم بشي ضرر وليس عليهم بشي مضرة وهم دائما يسعوا ليه بالمضرة بالعكس سببوا له السجن ثلاث مرات آخرها مات في السجن رحمه الله وهو العمر مسعى في أن يضرهم بشيء والآن أهدوا إليه في طبق من ذهب كما يقال لو أفتى بجواز قتلهم لقتلوا في الحين ولو أراد أن ينتقم لنفسه لانتقم بقتلهم وهذاك الملك الناصر يعني هو راه يعني هو هو شديد الغضب وينتظر الاشاره من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فشوف المنهاج كيفاش كيربي الانسان لا ينتقم لنفسه وكيف وكيفاش كيربي الانسان ان يرعى حرمه الدم المسلم فقال له يا يا ابن تيميه ان هؤلاء اذوني واذوك قال لي هذوك اذوني واذوك حتى انت فهل تاذن لي بقتلهم؟ قال لك ابن تيمية وكان شديد الحنق عليهم قال لك فجعلت فجعلت أعظم شأن الدماء في قلبه وجعلت أعظم شأن العلماء في قلبه هو دبهنا ابن تيمية نسى بأنه هذوك راهم هذوك راهم مبتدعة وبأنهم راهم يعني سعوا له في الضرار وبأنهم راهم يعني لهم منهاج آخر هذه القضية خلاها جانبا قال لك فجعلت أعظم شأن اهل العلم في قلبه وجعلت أعظم شأن الدماء قال لك حتى سكن ولا سكن وتراجع وإلا كان في نيته أن يقتله فلذلك واحد من هذوك الفقهاء ماذا قال شوف هذه الشهادة التي شهد به قال لي ما رأينا أنقى وأتقى من ابن تيمية قال, يعني مش قال لي عمرنا ما شفنا شي واحد نقي وتقي بحال ابن تيميه. قال لي طلبناه فلم نمكن منه وتمكن منا فعفى عنا. قال لي احنا طلبناه وسعينا له بكل مضره ولكننا لم لم نفلح ولم نستطع ان نصل اليه اما هو فقد تمكن منا. ولكنه ولكنه عفى عنا ولكنه عفى عنا علاش اهل السنه والجماعه لا يلطخون ايديهم بدماء غيرهم من المسلمين لذلك لا تجد لاهل السنه والجماعه الفتاوى في قتل يعني في قتل الناس اهل السنه والجماعه لا تجد ايديهم الا نظيفه من دماء المسلمين لانهم يستحضرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن. ويستحضرون قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عذابا عظيما. فهم يستحضرون مثل هذه مثل هذه الاشياء. لا تخفى عليهم. فلا يستبيحون الدماء لا يستبيحون دماء المسلمين هذا هو منهج اهل السنه والجماعه المنهج الأصلي لذلك اهل السنه والجماعه لم يعرف عنهم اغتيالات ولم يعرف عنهم قتل للانفس المعصومه ولم يعرف عنهم عبر التاريخ لم يعرف عنهم انهم تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وهذا بخلاف غيرهم إلى قرية تاريخ الخوارج ستجده تاريخا أسود إذا قرأت تاريخ الخوارج ستجده تاريخا أسود فإن أول ظهور للخوارج قتلوا عبد الله بن خباب قتلوا عبد الله بن خباب خباب بن الأرد الصحابي الجليل هذا خباب بن الأرد الصحابي الجليل الذي قتلته قريش وكان من شهداء الإسلام وهو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي الإبن ديالو شوف هذا قتل يعني قتل شهيدا في سبيل الله والإبن ديالو جو الخوارج لهما ينتسبون إلى الإسلام وقتلوه علاش وقتلوا زوجته وزوجته كانت حاملا وزوجته كانت حاملا لذلك كان المسلمون يخشون من الخوارج أكثر مما يخشونه من غيرهم كما تحكيوا أن واحد الشيخ هو التلاميذ ديالو ديزين من واحد الأرض يحكموها الخوارج ديزين من واحد الأرض يحكموها الخوارج فلما قالوا يعني فلما يعني احاطت بهم جيوشهم قال لهم اشكون انتم؟ ما تكونون؟ ويقول هذاك الشيخ للتلاميذ ديالو اسكتوا انا اجيب قال لهم نحن مشركون مستجيرون قال احنا مشركون مستجيرون قالوا لهم اياه اذا مشركون مستجيرون تتسالون اننا نسمعكم القران لأن الله تعالى قال وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ فدوهم وقرأوا عليهم القرآن وسمعوهم القرآن ودعوهم إلى الإسلام ودعوهم إلى إلى الإسلام وبغيت تلقوهم ويقول لهم هذاك الشيخ قال لهم لا راه قريتوا علينا دروكا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يكملوا معنا الآية يوصلوا يلا وصلونا حتى البلاصة اللي فيها الأمن ديالنا قالوا لا أنتم فين غاديين قال إحنا غادي المكان الفلاني قال لي صافي نحميكم حتى توصلوا لتما يعني شوف دابا هذا مسلم وما قدرش يصرح لهاد الناس بأنه مسلم لأنه علم أنه إن صرح بإسلامه فروحه في خطر اللهم قال لهم انا مشرك مستجير معنى انا مشرك في نظركم انا مشرك في نظركم ومستجير بكم يعني هذا يعني هذا من تاريخ الخوارج الاسود ودائما الخوارج هم يعني خنجر في ظهر الاسلام دائما يمنعون تقدم الاسلام وتقدم المسلمين الخوارج دائما يمنعون تقدم الاسلام المسلمين علاش لأنهم بدل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدل أن يقتلوا أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذو هم الخوارج جن المعتزلة كذلك لما تقرب المعتزلة من الخلفاء العباسيين فقد انطلقت يدهم قتلا في المسلمين يعني لدرجه ان واحد لما ارادوا ان يقتلوا الخليفه قال له قال له دمه في رقبتي بما ان راه الدم ديالو حلال غير قتلهم علاش يخالفك في مساله عقديه انت كتقول القران مخلوق وتقول القران كلام الله مع انه خالفك في مساله عقديه انت تستبيح تستبيح دمه واما الرافضه فحدث ولا حرج واما الرافضة فحدث ولا حرج فان قتلهم لاهل السنه قربى يتقربون بها الى الله فهم يتقربون الى الله تعالى بقتل بقتل اهل السنه وبسفك دمائهم بل يقتلونهم بالتشهي بل يقتلونهم بالتشهي والاحداث المعاصره يعني التي عشناها في العقدين الاخيرين خير شاهد على على ذلك خير شاهد على ذلك لذلك اهل السنه والجماعه لا يقبلون لا يقبلون بتفكك المجتمع ولا يقبلون بهذه الثورات ولا بهذه الانقلابات لما فيها من ضياع للامن الذي لولاه يعني لولاه لما استطعت أن تقيم دينا ولا أن تحقق استقامة كما قال يعني الشاعر قال, قال لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل يعني لا تأمن لك السبيل وكان اضعفنا نهبا نهبا لاقوانا وراه الاحداث التي عشناها في العقدين الاخيرين يعني نض الناس قال لك بغينا التغيير بغينا كذا وبغينا العيش الكريم وبغينا كذا فدمروا دولهم فقتل الالاف بل الملايين من الناس وما تحقق للناس ما ارادوا حتى داك الشيء اللي الناس كيقلبوا عليه لم يتحقق تقال يعني احد العلماء قال هؤلاء الذين وعدوا الناس بالعيش الكريم واقحموهم في هذه الحروب الداخليه قال لك كلامهم كقول ابليس هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فدله على شجره انزلته الى الارض دار الشقاء والعناء يعني هكا وقع لهذوك الناس فلذلك رأى اهل السنه والجماعه يحرصون على أن يبقى المجتمع متماسكا على الحق متماسكا على التوحيد ومتماسكا على السنة ولا لا يقبلون بما بما يشق الصف يعني وكل ما ما يصدع يعني جدار المجتمع الاسلامي فان اهل السنه والجماعه لا يقبلون به ويحرصون على حفظ النفوس وحفظ الدماء هذه هي او هذه هي مميزات أهل السنة والجماعة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين